السلام عليكم احبابنا لي زامين جوانا قوين ما كنتو، والتحيه خاصه لكم. باغي نفهم حاجه برك، الدرك الوطني يجي عندي اليوم الصباح يجيب لي استدعاء، وانا نهضر مع الشوفير ونهضر مع الجماعه باه نديرو ديبار تاعنا ونروحو عند الدرك الوطني الجيجل الفرقه الاقليميه ولاد رباح بجيجل اقليم جيجل. اليوم نسمع الحكم الجزائر كي ولا الدايره الجزائري بابات العريس عام ونص، العريس 6 شهور والعجال 3 سنين. شا درت انا شتا درت تعطوني 3 سنين. على كل حال عليكم هذا اللايف، هذا اخر لايف في الجزائر ان شاء الله بربي. نموت في البحر ما نموتش في الحبس. انا سموني بوطي ان شاء الله بربي. عاودوا يديروا لي قضيه واحده اخرى، زيدوني ثلاثه واحده اخرى بصح اللي تقبوه في الجزائر. انا سموني هاد الايامات ان شاء الله بوطي، وسموني اسبانيا واسبانيا فرنسا وفرنسا حوسوا عليا. انا الان تحيا الجزائر تحيا الجزائر، ودير الاعلام تاع الجزائر وخرتها دير اكشو كيما هكا كابشو في اعلام تاع الجزائر وهكا اعلام تاع الجزائر راكم تشوفوا فيه دايره في داري. انا نموت على الجزائر بصح كي الجزائر ولات كيما هكا ما بقات قاعده في الجزائر، ما بقات قاعده في الجزائر. نروح نرفد ولادي ومرتي ونركب في بوطي ونخرج من البلاد. اللي دي بلاد علاه طلعت نغني في راس الجبل؟ شكون اللي ما يعرفش ولاد رابح؟ ولاد رابح نهضر مع جواجله. ولاد رابح وين جايه؟ جايه في راس الجبل. رئيس البلديه اللي شتكى بيا انا، اللي شتكى بيا انا ولاد رابح خاصهم الماء، خاصهم تريسينتي، خاصهم الطريق، خاصهم بزاف انشغال. ما شفتوهمش، شفتو العجال طلع يغني في ولاد رابح. خبر العجال علاه؟ العجال يغني للقلالين، العجال يغني للمساكين، العجال يعاون. صح ما نخدمش، انا ما نروحش نخدم. الناس اللي راني نعاون فيهم باش يشرو الاكسجين، الناس اللي نعاون فيهم باش يتزوجوا، الناس اللي نعاون فيهم مين نجيب لهم الدراهم انا؟ سموني نغني باه نجيب الدراهم. صباح تبعتوا لي كونفوكاسيون وحشية تحكموا عليا بتروازون. يا نمار يا نمار صاي سنا لا ليميت. وهاد اللايف راني دايره تالي دوك نطفي تليفون سيبريمي كلشي. السلام عليكم، الله نعيطكم ان شاء الله نعيطكم من اوروبا. معليش نطلع اوروبا، الا ما تبو كورونا في اوروبا ما تجيبوش ربي البلاد هادي، البلاد هادي ما تجيبونيش ليها، ما نحتاجش هاد البلاد انايا، بلاد الظلم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. خطر علاه انا عمري في حياتي ما كنت كنطر بلادي. دائما نقول لهم اودي الله صبروا صبروا، يفرج ربي يجيب لنا ربي يرحمها ربي. دائما كلمه يرحمها ربي في فمي. اليوم تحكموا عليا بثلاث سنين، كثر خيركم اسيدي الحمد لله. وانا نخرج من البلاد، نخرج انا كي نقول لكم باللي قادر اليوم نركب في بوطي وما يقدرني حتى واحد، نخرج من البلاد نركب في بوطي. ظلم. سي عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه درنا فيك ثقه كبيره، فوطينا عليك ودرنا لك اشهار كبير. اليوم يصرى هادشي، الصباح يبعثوا لي كونفوكاسيون والعشيه ثلاث سنين حبس. علاه؟ رحت نغني في عرس. سي عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه تاع الجزائر ابعث ناس يشوفوا برك البلاصه اللي غنيت فيها لابريغاد حداها، غير حداها لابريغاد. السيد راح بلاصه ماتريال من 7 تاع العشيه حتى ل 9،
وانا دخلت على 11 ونص العرس، يعطوني 3 سنين حسبنا الله ونعم الوكيل. انا هذا اللايف تاعي نتالي ان شاء الله بربي في الجزائر، اصلا كي غادي نكمل اللايف غادي نطفي تليفون. صفحات التواصل الاجتماعي، الشيخ النووي، الشيخ النووي اكبر جايح في الجزائر، الشيخ النووي الوالي اللي طلعه شوف واش عطاك، والوالي اللي تهبطه شوف واش عطاك، رئيس البلديه اللي طلعه شوف واش عطاك، اللي تهبطه شوف واش من عند العجال. الشيخ النووي هابط هابط، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر وتحيا الجزائر، تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر. ما خصهاش رخاص كيما انت طلع وتهبط في الرجال، لو كان جيت راجل اقعد بصفتك الحقيقيه، ما ديرش عمامه ونواضر وديكيزي روحك وتبان في قنوات العار يا الحمار. انا عمري ما كنت كونتر الانسان، عمري ما كنت كونتر، انا دائما انا سموني فنان، فنان بمعنى الكلمه، نزهي الناس نفرح الناس، اللي عنده نغني له، اللي ما عندوش نغني له، البعيد نروح له القريب نروح له. جاي انت اليوم وصفحات العار العجال دار عرس وين اصلا البلاصه اللي درتو اللي هدرتو عليها، اصلا البلاصه اللي هدرتو عليها يا الحمير ما تعرفوهاش، بلاصه اللي هدرتو عليها ما تعرفوهاش، تعرف شحال بعيده بالطوموبيل دايرين بروميير والدرار جاي حفروا، جايه في جبل في راس الجبل. ما تحشموش تالية تاعها كتر خيرك العجل، هاك 3 سنين حبس، 3 سنين حبسة. يا انا ما نخافش من الحبس، عندي ولادي عزاز عليا، لو كان نغيب عليهم يومين نتوحشهم، هذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة. دوك انا بسبتكم انتوما غادي ندبر بوطي ان شاء الله بربي، ونركب انا ومرتي وولادي، ويلا متنا في البحر نموتوا على رقبتكم انتوما، ويلا وصلنا سلكنا من جدكم الكلب ابن الكلب يا اصحاب الصفحات يا التواصل الاجتماعي. كونفوكاسيون تجي الصباح، انا معول قسما بالله براس ولادي اللي نبغيهم وكنت نهضر لكم عليهم، انا معول الصباح نتكل على ربي ونديماري نجي جل نروح للفرقه الاقليميه نقدم نفسي المحكمه حكموا لي كما تبغوا نتوما. هذا مازال ما ديماريش 3 سنين حبسه. والله يا سيدي الله يبارك، تحيا الجزائر تحيا الجزائر. لا الجزائر اللي قاعده كيما هكا ربحت، والله لا ربحت، ربحنا في بلادنا سبحان الله سبحان الله وسبحان والله لا بزاف نضرينا حنايا. بالك تحسبوا ديجا الناس كامل تعرف العجال، العجال قال لي اللي يغني له، اللي عنده يغني له، اللي ما عندهش يغني له. بالك تحسبوا العجال رقد عليهم ولا حاجه، ولا قال نعطوه 3 سنين يجي يخيط بعيد الشر. ما عنديش انا اللي نصوره ناكله، واللي ما عندهش نعاونه، واللي باغي يتزوج نديله. بصح باش توصل لهذ الدرجه سيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون اتدخل في هذه القضيه. شوف لابريغاد تاع ولاد رابح شحال بعيده على لاسين وين درنا العرس،
وهذه صفحه التواصل الاجتماعي الصوره اللي نشروها تاع الجمهور اللي كان حاضر في العرس ما نراها متصوره، راها متصوره من فوق دار حد العرس. كاين حوس كاين حاجه. سي عبد المجيد تبون، السيد عبد المجيد تبون، انا كي لحقت للعرس لحقت على 11:30 تاع الليل، لقيت لاسين منصوبه والشعب متواجد ولقيت كلش كاين. انا لو كان وصلت ولقيت ما كان والو ما نغنيش، اصلا ما غنيتش، اصلا غنيت دو شونسون، غنيت جوج غنيات. وجا عندي واحد قال لي يا ودي الشيخ نحبسو باسكو دارك راه هنايا، وقال لك غادي نحبسوها. والدار قال لك جا سيفيل، انت واش من دارك يجي سيفيل؟ روح لي اونتونير، روح انت عند الشونتير، ولا روح عند شيف دو جروب، ولا روح. قال له ودي حبسنا هذه المهزله، نحبسوها وراه مشكل، وراه المشكل. اقسم بالله واقسم بالله واقسم بالله، اذا كنت خارج اليوم على 12 تاع الليل كنت جاي لجيجل الله غالب. كي انتشر الخبر تاع بابات العريس، بابات العريس تعطوه عام ونص، علاه؟ وش من ظلم هذا؟ وش من ظلم؟ بابات العريس تعطوه عام ونص، شحال في عمره؟ عام ونص نافذة، والعريس 6 شهور غير نافذة، والعاد جا المسكين من مستغاليم دي بلاصي الجيجل ماهيش ساهلة، 3 سنوات حبس مع أمر بالإيقاف. هما أنا غادي نقول لهم الأمر بالإيقاف ديروه لي إن شاء الله بربي، إن شاء الله إلا ربي طول في العمر ديروه لي في إسبانيا. عمري في حياتي ما خممت في الحرقة، وأنا كونتر الحرقة وضد الحرقة، وانا ضد الناس اللي يقولوا لي حرقاو هذيك وكاع. بصح اليوم كرهتوني في بلادي، حسبنا الله ونعم الوكيل. اليوم حسيت واش حسيت بالحاجه اللي يحس بها الحراق، والله غير حسيت بالحاجه اللي يحس بها الحراق. وخاوتي اش غادي نقول لكم؟ ما بقاش كونفيونس، ما بقاش كونفيونس، والله ما بقات ثقه، صدقوني ما بقاتش ثقه. 3 سنين حبس واش درت انايا؟ واش درت انا واش درت باش يعطوني 3 سنين حبس؟ زيد يشهروا فيا في قنوات العار، نقولها وي قنوات العار. علاش نقول قنوات العار؟ خاطر انا كنت نحسب ضالمينكم، سوا ديزون ضالمينكم، بالك راهم ضالمينكم، راهم يقولوا قنوات العار راهم ضالمينكم. بصح اليوم كي صرات عندي انا الله يحسن عونهم، قسما بالله الله يحسن عونهم اللي سماكم قنوات العار، قاعدين غير ماكم تشوفوا والو، ماكم تشوفوا والو، ما كنتش تشوفوا شنو صاري، ها؟ لهيتو بيا غير أنا درتو لي 100 حساب وحساب، خطر علاه؟ العجال، أرواح رقب على العجال الدخلاني كي داير، شوف العجال تاع برا، أرواح رقب على العجال الدخلاني، فتشني، شوف شنو كاين فيا لداخل. شوف على من نخدم، شوف على من صارف، شوف على من واقف، شوف شكون مقابل، شوف شكاين في هذا الراس هذا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. الله بهذا أنا درته هنا في مستغاليم، الله بجاي إن شاء الله ندير لكم من أوروبا، مالقري أنا ما نبغيش أوروبا، مشا نروح، بكم على بلاد الحق.
سي عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، درنا فيك ثقة، درنا فيك ثقة، وأنا واحد من الناس اللي فوطاو عليك، وأنا واحد من الناس اللي كنت نهضر للناس ونقول لهم بربي إن شاء الله هذا الرئيس فيه الخير. ماذا بيك سي عبد المجيد تبون؟ ابعث ناس يحقوا في هذا العرس هذا، شار صاري شار ما صاري، لا سان وين اندارت ولا بريغاد وين كانت. انا كي رحت ها لا بريغاد ها العرس، يكذبوا عليكم ويقول لك اودي حنايا رحنا وقلنا لهم ما دير، ما كانش منها. رئيس البلديه نتايا، رئيس البلديه اش غادي نقول لك؟ انت قدمت شكوى في حقي، حسبي الله ونعم الوكيل. انا علاش تقدم في حقي شكوى؟ انا جيت عندك قلت لك اعطيني اوتوريزاسيون باه ندير العرس تاع السيد، اخي السيد هو اللي جا عندك قال لك اعطيني اوتوريزاسيون وانت ما حبش تميدلو. انا غير ربح حاجه واحده اخرى، هذيك انا خاطيني ماشي مسؤوليتي، ماشي مسؤوليتي، ماشي انا اللي قلت لك اعطيه اوتوريزاسيون ولا ما تعطيش اوتوريزاسيون. انا السيد ناكدوا على هذه النقطه، السيد جاء عندي يتفاهم معايا على عرسه قبل ما يديروا 10 ايام تاع الكونفيرمو. وانا اصلا كي كنت جاي حاط في راسي باللي ولاد رباح تابع الميلا، ميلا ما فيهاش كونفيرمو، هي جايه بالحدود. انا ما على باليش كاع هذه تاع كونفيرمو، ميلا ما فيهاش كونفيرمو، ولاد رباح راهي تابعه. انا عاد حاط في راسي باللي تابع الميلا، حتى من حقنا تما وحكاو لي واش صرا واش ما صراش.